السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزيد نتواصل معكم في إطار مبادرة الباصادات. المهم رانا مع الباصادة 31 ترونتيا اللي هي الكاي كاي خاوتنا. الكاي كاي راهم كامل يعرفوه كيما نقولوا، كامل متفقين عليه. كاش واحد يخرج يقولك ما كاش كاي كاي ولا كذا ولا كذا، وإنما كل حاجة كل نقطة عندها الضوابط تاعها وعندها ذوق تاعها وعندها شارم تاعها، وترجع المستوى تاعها يرجع للمقنين اللي يأديها. يكون مقنين الله يبارك، يكون عنده أرموني شابة، حلق شباب، ويديرها بلا راك دوشو، وخدمة تاعها سبيسيال. فما صح تجي الله يبارك، فما تزيد في المستوى تاع الطير. والكايكاي شباب خاوتنا، وهنا خاوتنا راح نسمعوكم امثله للكايكاي. دوك كيما نقولوا ماناش باغي ندخلوا في لي ديتاي، هذه كيفاش سموها وهذه كيفاش سموها، ولكن انا اخترت الاسم تاع النقطه هذه الانسب اللي كامل يعرفوا به، لانه صراحه خاوتنا مازلنا كيما نقولوا تفصيل في هذا الكايكاي، لانه كاين امور كيما مثلا تسميتها القوقو كيما نقولوا ماهيش كيما نقولوا قديمه على حساب الكيكي، لانه بارابور القوقو للكيكي تسميه حادثه، ولكن مش غالطين فيه، عندها ناس ذواقين اللي سماو القوقو ماشي ناس هكا وخلاص، الناس ذوق الطير وكسبت مقان لافالور عاليه وكسبت مقان شابين، ويمكن حد كيما نقولوا الناس اللي ما يهضروا للكيكي ممكن ما كسبوش المقان اللي كسبوهم هما هذو الناس. وهذه صراحه كيما نقولوا ماشي حاجه اللي نتعصبوا لها ولا حاجه اللي زعما لازم بديك التسميه ولا ما كاش هكا خاوتنا. المهم حنا نسمعوكم امثله، حنا كيما نقولوا نسميوه نقولوا الكايكاي، ولكن يجي يوم في من الايام من نطرقوا باش نفسروا باللي هذا القوقا وهذا الكايكاي وهذا كذا وهذا كذا وهذا ما يتشبه، لانه مازال تسميه حتى القفقاف، وكاين حتى كاين تسميه تشبه لهم القفقاف والكايكاي والقوقا، هذو يتشابهوا خاوتنا يتشابهوا. ولكن احنا نروحوا للتسميه القديمه اللي هي الكيكي، كامل متفقين عليها نسميه الكيكي. نبداو على بركه الله، هذا مقنين خلوي خاوتنا. هذا كيكي شباب خاوتنا. نروحوا للكيكي تاع الشون، تعرفوه هذا على كل حال. هنا كان الكايكاي بلاكرات على كل حال. هذا النوع، حتى هذا النوع عنده اسم خاوتنا سبيسيال تاعو. المهم لا علينا، ما ندخلش في التفاصيل بزاف. المهم هذا هو الكايكاي خاوتنا باختصار، وان شاء الله بربي باذن الله نشوفكم في بصادة اخرى باذن الله، والسلام عليكم وربي يوفقكم ان شاء الله.